يعني الإدارة الأمريكية دائما ما تقلل من أهمية التصريحات أو التصاريح الحكومة العراقية، وهذا واضح من خلال حتى يعني إلا التصاريح التي تمس شأنها الداخلي أو تمس كيانها أو تمس المقربين لها من خلال البعثات الدبلوماسية، من خلال قواعد عسكرية، من خلال يعني من خلال فد مواضيع معينة. بالتالي أمريكا اليوم تبحث عن مصلحتها، يعني في العراق أمريكا تبحث عن مصلحة الولايات المتحدة، وأينما تمكن مصلحة الولايات المتحدة هي تمكن مع وجود قواتها العسكرية ومستشاريها وعدتها وعددها. بالتالي أيضا العراق اليوم يبحث عن المصلحة، لكن يعني عدم التفاعل، يعني هناك يعني حالة من عدم الرضا. أنا أشعر أن هناك حالة من عدم الرضا ما بين الجانبين، الجانب الأمريكي والجانب العراقي، أو عدم الثقة ما بين ولهذا نرى هناك تضارب حتى في التصريحات. يعني خلال الفترة الماضية شاهدنا أن هناك تصريحات مختلفة، الإدارة الأمريكية على لسان وزير الخارجية تصرح بشيء، والعراق على لسان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء يتحدث بشيء آخر. إذن هناك يعني عدم دقة، عدم مصداقية بهذا الموضوع، وهذا سيؤثر على الساحة السياسية في محافظات العراق والعراق بشكل عام. لذلك يعني الموضوع يحتاج إلى إرادة حقيقية من قبل الدولة العراقية وأجهزة الدولة العراقية لضبط النفس أولا، وثانيا للمحافظة على ما تبقى من هيبة الدولة العراقية. الولايات المتحدة الأمريكية ستحترم الخطاب السياسي أو خطاب الدولة العراقية عندما ترى أن هناك إرادة حقيقية قادرة على المواجهة وقادرة على التصدي للعصابات المنفلتة عن القانون وللشخصيات التي اليوم تؤثر على الساحة السياسية في عموم العراق. إذن يعني حقيقة اليوم أمام منعطف خطير. يعني الولايات المتحدة الأمريكية على مر السنوات السابقة لم تكن يعني لا تكترث أهمية لخطاب الدولة العراقية مثل اليوم. هذا يعني هناك عدم ثقة واضحة ما بين الشركاء، ما بين الولايات المتحدة العراقية والولايات المتحدة الأمريكية والعراق، وهذا طيب. واضح من خلال الفتور والخطابات السياسية.